الجلسة ست الجلسة. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه. هو ايه قصده ايه؟ قال الفلوس معاي وانا سرقت الفلوس. شحاتة ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقه. حقيقه ايه؟ يا سعاده البيه انا حرامي، حرامي ابن حرامي، الفلوس معاي وانا اتحاكمت وخلاص وبنفذ دلوقتي مده العقوبه. وبعد العقوبة ما هتنتهي هخرج واخد حقي، وعلى رأي المثل بصل بخمسة وخمسة ببصل. إنما تقول لي سيادتك أمور وقتية وحاجات مستعجلة وبشبشة، الحكاية أصلها هتضيق ومش مستحملة الحاجات دي كلها. أعمل معروف يا رمضان، أنا مهمتي إن أنا أجيب الحق لأصحابه. أنت ما سرقتش، يعني الحكاية هتبقى مجرد قضية إزعاج للسلطات وخلاص. الله، ما سرقتش ده إيه؟ حرام أو أنت أنا يعني أكذوبة؟ يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا من معروف وحياة ولاد، بلاش كلام كتير، افهم وركز، انت ما سرقتش، واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل، خد عسكري. اتفضل، ياخد مين؟ يا سعادة البيع انا حرام، حرامي؟ انا سرقت 400,000 جنيه، والفلوس في حوزتي، والشنطة معايا، والنبوت تمام كله في الأمان، ورحمة أمي انا حرامي، حرامي؟ لسه إعلاني مختلس، هي البراءة بالعافية، ما تستنى يا سيدي. أنا مش حرامي يا دلوقتي أنا سرقت وبقول إن أنا سرقت، في حاجة دي؟ أنا مش حرامي. ما تهدى بقى أمار. ما أنت طلعت من غير أوانطي. أوانطي إزاي؟ أنت كمان صدقت؟ أنا عارف لك بقى. عارف إيه؟ ده حركات من الحكومة بس ما تصدقش. أنا حرامي وأنا عارف أنا عملت إيه. لو أنت هتعرف أحسن من الحكومة. إذا كان الحكومة نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. أنا فشوش؟ أيوه فشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدقف اللي معاه أكلوني الشاورما؟ أنا عارف لك بقى، أهو دخلوك المقلب السوق. خدوا مني الليمون وأكلوني الشاورما. شاورما إيه يا جدع أنت؟ أنا عارف، مش أنت اللي بتقول؟ أنا مو أنت بتقول ليمون وشاورما، أنا فاهم إيه؟ إزاي مش حرامي؟ إزاي؟ خدوا مني الليمون وأكلوني الشاورما. فاهم الليمون وشاورما؟ ما أنا قلت كل حاجة ساعتها. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش، هرب. هرب؟ ومعاه كام؟ معاه أغلبية المبلغ. وده أجيبه من أنا ده يا دي؟ لكن هجيب. هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه بس من غير ضرب يا سعاده الباشا. طب قول له كمان على صاحبته الرقاصه اللي اسمها نان. ولما انت عارف ان في رقاصه وصاحبته اسمها نان ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعاده البيه، ما انا كنت هقول لك. قول يا اللي مطلعني اكذوبه فقاعه هوا. انا تكسفني قدام المعلمين؟ ما عادش اللي يكسفك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما انت كمان تقعد. ماما ماما حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ادي حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين للاسم الهلوتي بيه؟ يقول لك الحكومة دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن أنا هجيبه. إن شاء الله هجيبه. قال لي لو عوزتك أجيبك من إيه؟ إحنا مكاننا معروف. فين؟ قهوة البقر. قهوة إيه؟ البقر. البقر؟ فين دي؟ حارة الكلب. حارة الكلب؟ ناصية النتن. ناصية النتن؟ قهوة البقر حرف الكلب ناصية النتن.
ودول كلهم في ايه؟ كلوت بيه. كلوت بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب. ربنا يخليك يا سي رمضان. الحمد لله على السلامه يا ميمون. الله يسترك يا سي رمضان ويخليك يا رب. عجوة يا ولاد الكلب. طب ده انا حتى ما بحبش العجوة. كنت احطه بطيخ يبل ريقي. عجوة. طيب طيب كمان. يا سلام، انا مش مصدقه عينيا. الله، مالك يا رمضان؟ واكل عجوه. واكل ايه؟ عجوه. طب تعال 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 معايا. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا، اهلا بخطيب بنتي الجزء. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روحي، انا كنت عارفه انك هتطلع من هذا الشعره من العجينه. اطلعي عليا هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس؟ يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزهده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ مسيرتي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني كنت هتربيها 7 سنين علشاني. انا كل حاجه مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان. خش استحمى وقوامها قوامها هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن. متلكم. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا هسيبك؟ ده انا مش هسيبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا. اطلعي عليا هات الفراخ. هات الفراخ يا اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي. اطلعي يا روحي. اطلعي يا اختي. اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان، الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس، الحياة عجوة. ايه؟ عجوة. الحياة عجوة. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. جيلي عليها الحاجة دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منورة. ده نوري. اي والله نوري. الواحد يتكلم الصراحة. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبة للفلوس يعني. ايه هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي كان دكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيش المليونات. لا ما انش الاوان ولا حاجه. ما انا علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي وعيش عيشة المليونيرات ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه، لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المدكن ونديها. نديها بقى يا جماعه. ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجننت يا بنت انتي. ارجع الفلوس ازاي واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا هرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجاه في اوانها. اموت انا في المنجاه في اوانها. ثانيه واحده.
دي يا رمضان. ايه دول؟ 1800 جنيه خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدره هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجاره كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركه بقى في ست الكل حمات الحلوه دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه. ابيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقه غير الفلمانكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجاره ساعتها الفلوس الكتيره لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزي. اه يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ حبيع يا ابني حبيع. يا ضيع عليك، ندور على الحجه تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شويه، هي فيها لسه طول البال. خطيبك ده بيخطط للنغنغه، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقه كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايز شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضر، شقتي مكتب؟ انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هف منك، الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها، بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري ده داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه لغاية دلوقتي ما اشتغلتش بتلاتة مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقولك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجة عجيبة قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجحاني لما ربنا يفتحها عليه بسرقاية وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمها كل حاجة وهقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوة قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. يس نو يس نو نو يس يس نو. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغه ان المراكب وصلت والبضاعة موجودة في المخازن وكله تمام. تمام. هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله 3 دقايق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا، ومعلش انا عايز 3 دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس ادارة الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. فضل سعادتك استريح. ثواني. من فضلك يا بيه، تعرفت الجمارك بالنسبة للسيارات بقت كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. سلام عليكم. ربنا يديك الصحة كده ويخليك. ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ علي الدور. أيوة سعادتك، اتفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السيادة عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف.
الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده، لكن سيادتك عارف ان التجاره الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ الالف بنخسر طه ضاعت عليا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده يا استاذ عبد السميع. انا كنت اتمنى ان الالف جنيه بتوعك يكسبوا الف جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الالف جنيه بتوعك ما كسبوش غير الف جنيه زيهم، بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب الف جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد؟ انا بكرر اسف. حقيقي. حاضر يا سيدي، ادي الالف جنيه اللي انت دافعهم، وادي الف جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجة ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ أعوذ بالله. أنا جاي لك بكرة ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع ألف سلامة. أنا بقى أكرر أسفي. اللي بعده يا ريمون. اتفضلي، اتفضلي استنى. سعيدة يا بس بنتي. أهلا يا عيش. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ كل ده يطلع منك؟ خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي أنت بتعمله. خد. إيه دول؟ سيختي تمنتها النهارده، جابت 8000 جنيه. شغلهم لي. عايزاهم إمتى؟ لا 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 لا، أنا مش مستعجلة عليهم. خليهم ماشيين في الساقية كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني، يخلفوا صبيان وبنات. وانا عامل زي المغفلين، احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رأيك يا حماتي. المهم وصلني كم منك لغاية دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي، هو في فرق بيننا؟ لا لا لا، كله بالحساب. انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوفي يا ستي، قولي نص فدان ادي 16000، والنص بيت ادي 9000، وادي 8، يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح. مفيش فرق بيني وبينك. متلكن. مش كده؟ متلكن. وعلى زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس، بكره تروح. على رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بعد. ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه؟ غضروف. غضروف مين؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف، ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حفت لما عرفت علومكم، وقلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا، عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ بعرفش اقرا وتكتب. عندك سمعة؟ ما عنديش سمعة. بتفهم في أي حاجة؟ ما بفهمش في أي حاجة. عينوه في مجلس الإدارة. مش هي دي الراقصة نهد؟ ربنا يتمنى بعقلك. هنا ده عنوانها، وبجد على اسم الهلبوطي هربان في حتة محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. افرجوا عنها بعد كده. يا حياتي تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟
لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعاندك قوي. انا معاك برياد، ربنا يتميمك بعقلك. عاقل قوي. هلا هلا والله عاقل. حلال بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعه دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق ليها، ترسم عليها انك انت غني قوي، وتصرف عليها ببذخ بأبل. طعم يعني. عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. يا ابوي يا ابوي، ده انت لحظه جشع يا بنت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعمل ايه؟ ليلتنا طينا طين الليل. هتنحس مخي يا بنت الفطوس. فطوس يا عبد المتجلي. عبد المتجلي يخرب بيتك يا عبد امبطحي. انا مش عارف اقول لك ايه واصل. انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا نظري يا مهجتي يا نصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبق سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشويه هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حي يا حي يا علي. ليلتنا مطينه طنطين الليلاغي. يا سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني. يا حياتي. ليلتنا مطينة ثلاث طناطين الليلاغي. عم بطهي. تفضل. السلام عليكم. خد عبد جواد، معقولة؟ ازيك يا رمضانكو يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ أهلا يا مغاولي. أهلا أهلا. ازيك يا رمضان؟ شايل بره. والله عشت وشفتك آخر قبه. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خالد. أنا سمعت يا ابني عن كل اللي أنت بتعمله، حاجة حلوة أوي. قلت الضفر ما يطلعش من لحم، وإحنا طول عمرنا وأنت عارف إنني بتمنى لك كل الخير. أمال أخبار مشروع المواشي اللي عندك إيه يا خالد؟ المواشي ما بقتش تجيبها معاها اليومين دول. بس أنا خايف يا رمضانكو يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجة حرام كده ولا كده. لا إله إلا الله. شوف يا خال، إحنا بنشتغل بالحلال بالمضاربة والسقوق، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ريب. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه أهو، أنا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يدور بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه؟ عينيا الاثنين حاجة ساعة اللي بره. بس عايز اقول لك حاجة كده. شوف يا خال، احنا شعارنا تدفع باللاتي هي احسن تاخد باللاتي هي احسن. ما تدفعش باللاتي هي احسن تاخد بالجزمة على دماغك. مش قصدي. انا قصدي ان الجماعة في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلها.
وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش، ما تاخدش منهم حاجه ولا تديهمش حاجه. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خال. طيب يا سر رمضانكو الفلوس اهي، عد ايه؟ عد مين يا خال؟ عيب في المضاربه والسكوك مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيه. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للأمم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خال؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. ايوه. انت عارف يا خال، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب نستأذن. مع السلامة يا خال. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاوري. الله يسلمك. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف. أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط؟ مين ما ينبسطش معاك يا بسطه اليتامى؟ انت بسطانه؟ بسطانه. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصحي صحتك. ايه ده؟ ايه اللي يدعي؟ فلس؟ سمن؟ ايه ده؟ ايه اللي بياه؟ ده منين ده اللي؟ يها؟ ده بياه؟ ينيلك ده احنا؟ يا لهوي، ليه بياه؟ عن اسمع عيالي ايه؟ كانوا على طرف لسان الكبير فيهم، والله ما اعرف اسم الكبير ايه. انتظرين لحظه من فضلك. ده بيا بيا بيا. ايوه ايوه. ليه ليه؟ بيب بيب. اهلا. جاهزين؟ جاهزين يا سيد رمضان. ما فيش حاجة اسمها سيد رمضان، قول اسم سيادة المقدم. حاضر يا سيادة المقدم بيه. وانت وبقى عارف هتعمل ايه؟ طبعا عارف اعمل ايه يا رمضان افندي. ما فيش حاجة اسمها رمضان افندي، سيادة المقدم. بس عليا النعمة انا لاقي في العسكري احسن من الحرامي. جدع، وانا هعمل ايه؟ انت ما تعملش حاجة، تفضل ساكت خالص كده اهو. حاضر يا معلم رمضان. معلم رمضان. في حاجة اسمها معلم، قلت لك سيادة المقدم. حاضر يا سيادة المكتب. مكتب؟ في ظابط يقول سيادة المكتب؟ يلا بينا، ادعوا لي. ربنا معاك. بس انا ما بعرفش اسوق. ايه؟ تعالى هو راح فين؟ اركب اركب يا ولد. حد يتحرك، اي حد يتحرك قبل النار. ايوه هنقطع بالنار على طول. مين؟ مين؟ مش عارفه مين يا روح امك. يا لهوي. ها؟ ديكور احنا ولا ديكور؟ بوليس؟ ايوه بوليس يا كلب، ارفع ايدك لفوق. المنطقة كلها محاصرة، وأي حركة هنضرب في المليان. أنا غلبانة يا بيه. خلاص. أنا غلبانة. اخلصي خالص. اخلصي يا 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 اخلصي يا زبدة المجتمع، يا حسانة يا قاع المدينة. حرزوا الخمرة والملابس الداخلية. أنا بقى علي الملابس الداخلية. اسكت أنت، ماليش دعوة خالص. حذرت. حاضر يا معلم. معلم مين؟ حاضر سيادة المكتب. مكتب إيه؟ مش عايز ولا كلمة. يا سعادة البيع. يا سعادة البيه الآداب، استرنا الله يسترك، أنا عندي عيال أكبر مني. شوف، إذا مشيت معانا عدل وشهدت بالمظبوط هنعتبرك مجرد شاهد. ودي؟ لا دي 7 سنين سجن مفيش فايدة، هتشهد عليها ولا لا؟ يا بيه أنا غلبانة يا بيه، يا بيه أنا في عرضك يا بيه. أنت غلبانة أنت؟ ده أنت يساب لك بلاد، ده في بيني وبينك طرباية. طرباية؟ أيوه، أصل أنا قبل ما أشتغل في الآداب كنت ظابط مباحث، وكنت ماسك القضية بتاعت الواد بتاعها، حبيبها. وهي اللي قربته بسلامتها. عشان كده انت حطيتها في دماغك. يلا على البوكس، يلا يلا. انا كنت
متاكده ان البوليس مش هيسيبني وهيفضل ورايا على طول، مش هسيب حقه ابدا. اسمعي يا ولية، اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصينا. هم هيسيبوني يا سعاده الباشا، اذا الولية دي جرت هتسيبوها؟ لا لا مش هتقرا هي، انا عارف. حر يا بيه، حر يا بيه، بس اضمن مني انتوا تسيبوني. لا في الحاله دي انا هقف جنبك وهخلي القضيه دي اونطة ما يهمكيش. يسترك يا بيه. وديلها بنت الارشينات. وديلها بالارشينات. حالات ايه؟ همك قوي على المكافاه بتاعت وزاره التخليه. يلا لبسهم اي حاجه عسكري. حاضر يا فندم. يلا خد ملبسهم اي حاجه. اتفضل. قدام يا مزمزيه. مش هنتعشى؟ ايه؟ مش هنتعشى؟ نتعشى. انت هتودي ربنا ايه؟ نتعشى. اسكت خالص. مش تحت هنا وانا اللي هتصل بيكي في الوقت المناسب. بتخلينا ناهد. انا مش خاينه، ده البوليس هيعمل لي قضيه. بوليس مين يا بنت الهبله؟ ده رمضان الصراف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه انا الكروجي اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هتضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد. غصب عني هلولتي. ما كانش العاش يا ملونس. انت عارف معزتك عند قد ايه يا حياتي. الا انتوا هتتعاتبوا، هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوسي ايه؟ فين الفلوس؟ عيني حاجب هالك. اي حركة هتعملها انا ما عنديش رحمة، اقتلك. يا كرم الله. هذا من فضل ربك. يا كرم الله. هذا من فضل ربك. أصل ما حدش يفتح بوقه، سيبوه يا كرم الله. هذا من فضل ربي. راح فين؟ راح عند شفت بقه. فين الفلوس؟ خلوها لك يا كرم الله. يا كرم الله. فضل ربي. الفلوس في ايه؟ يا كرم الله. اصبح عليك يا نونس. نونس مين؟ محدش بيفتح بقه. كانش العشرة مليون فلوس. كام ارجع نونس؟ ولا نونس يفتح بقه.
غضروف وباب ميمون، انتوا مأمنني؟ بأمنتنا. شوفوا انا هخبي الفلوس دي بمعرفتي، وانتوا كأنكم ما تعرفوش اي حاجة. وبعدين ولا قبلين نصيبكم في الفلوس هيبقى معاي، اكنكم محوشين قرشين للزمن. تأمين على الحياة يعني؟ بالظبط، اول تأمين على حياة الحرامية. واحنا مش هنتعشى؟ ها؟ احنا مش هنتعشى؟ يلا بينا. يلا. هو باب الخروج من ايه؟ سلام عليكم يا تعبت البيت. سلام عليكم. في ايه يا جدع؟ راح فين؟ سيب عسكري. ايوه سيبه. سيبه امشي. امشي انت خالص. في ايه؟ انا عايز من سيادتك تفتح محضر. محضر ايه اللي هفتحه؟ افتح بس يا سعاده البيت، افتح محضر. اصلاني استرديت فلوسي تاني، وعايزك تطبق الماده 112 من قانون عقوبات الباب الرابع. تاني يا رمضان؟ احنا مش فاضيين غير ليك. هو الحق عليا يعني اللي عايز الحكومه تاخد حقه وانا اخد حقي؟ بس المره دي الفلوس معايا وشايفها وجها لوجه وماسكها بايديا الاثنين دول اللي هيغسلوا غسيل ابو زعبل كله. هيه عشان ما بقاش ليك حجه بقى بيه. وبالمره بيه لو سمحت يعني عشان ما بقاش فيه دوشه، عايزك تطبق عليا الماده 336 من قانون العقوبات الخاصه بالنصب والاحتيال، ودي عقوبتها سنتين. اصلا انا نصبت لي نصبتين كده في السكه وانا بره السجن. لبت لي قرشين هري، عملت حاجه اسمها رمضانكم الاعالي البحار. رمضانكم والناس هبلت صدقت. ده انت داهي بقى. وايه ده انت لابسه ده؟ دي بشار ومعايا زنوبه كمان، جد البيجامه والزنوبه اختصارا للاجراءات. لسه هلبس بدله واروح السجن ويحطها امانات، قلت اختصر الاجراءات واجيب البيجامه على طول عشان اخرج من هنا على السجن اروح انام دوار. يا سلام. امال ايه؟ يا عسكري عسكري يا شاويه تعال اطلب عليا بس ابوك. اقعد عليا. امسك كويس يا اخي، امسك كويس كده. يلا بيه افتح لنا محضر، افتح اتكل على الله. عايزك تخبطني قلمين على قفايا بس يكونوا ايه؟ ايه؟ اتفضل يا سعاده البيت. السلام عليكم يا نصوص يا اوباش يا زباله المجتمع. سلام مخصوص لقصه اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. ناس احوالها يا عم غريبه، حاجزه جناح جوه التخشيبه. احوالها يا ابويا غريبه، حجزوا جناح جوه التخشيبه. واحنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. احنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. دول زمايل لك كركيه، يعيش كبير الحراميه، يعيش اصل الحراميه. يعيش كبير الحرمية. بس انتوا يا ناس ناسيين، بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجة فايتانا بقالها سنين. بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجة فايتانا بقالها سنين. يوم واحد في الحرية، الحرية تساوي ملايين، الحرية تساوي ملايين، الحرية تساوي ملايين، الحرية تساوي ملايين، حلو. جيت في وقتك يالا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. انا اللي عندي ليك احلى خبر. ايه؟ ايه رايك يالا؟ حلوين قوي. ينفعوا شبكه؟ ينفعوا؟ دول حتى كتير. ده انا ابويا شبك امي بقمع سكر. شبك امك مش شبك بطه؟ ده انت هتشبك بطه؟ اه. يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطه؟ ايه مالها؟ في حاجه تتعيب؟ الشهادة لله ما فيهاش حاجة تتعين. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجة قد ولا ضارب حاجة ولا عامل ايه؟ يلا بطة مش ليك يا مرزوق. بطة ما بتحبكش. تقول ايه؟
بطل ما تحبكش يا كوتش. انا مفيش مره ما تحبنيش الا بطه. دي الحقيقه يا كوتش، بطه بتحب واحد تاني. بتحب مين انت؟ بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات. دي مؤامرة، ده رابع عطا يضيع مني الشهر ده. مين الشركة اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين، هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العمله. انا مش عايزكم تشتريهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجه دي يا كينج؟ لا ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول مالكش فيهم يا كينج. كده اهو بالبساطه دي. انتوا ناسيين انكم برافان باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج، بس بالصلاة على النبي بقى، العملية دي ما اتعملتش في البارافان ولا في باترينا، ده مكسبنا احنا، مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنان اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركة. امين، خد منهم مفاتيح الوكالة والأجانس. الله، هو أنت ما قلتلوش يا بركات؟ ما أنا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش إحنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الإم إف بي طبعًا. لسرقة، نصب، احتيال. عيب يا كينج، إحنا ما بنسرقش. أمال ده اسمه إيه؟ تشغيل جمجمة. ومحامي شاطر. بقى كده. بس أنا عايز أفهمك حاجة. هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي داي، انت ناسي ان ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومه امرت. تصبح على خير. وانت من اهل.
هضم يا جدع. بلاش احسن الحكومة تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامة بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامة. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك. اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت بس عدى عليها بكره بدري. مين يا عمر؟ بطل ايه اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ كله تمام يا ملك. ماشي يا كينج. امسك يا ولد. شمر شمر.
انت اللي جوه لساك عمال يعافر جوه. تاني انت اديته كم حونه يا دكتور؟ دي التانية يا اخي. يا ريت تديله العلبه كلها وتخلصنا. لا 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 الماكس اللي فيها كتير وممكن يموته. يا ريت يا بيه نبقى ارتاحنا منه. هو كمان يرتاح بس مش ده اللي عايزه كينج. ايه اللي جابك هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بركات بركات خدني البركات. صفي كل حاجه. هو انا المحامي ولا انت المحامي؟ انا محضر لك كل الاوراق. مفيش شركه. انا حر يا اخي. انت شريكي دي نصيبه. اهدي على مهلك على مهلك. وليك عين توريني وشك تاني؟ اهدي ما تستهدى بالله يا بني ادم انت وافهم منها الحكايه. اخلص انت هدي الكلب. لا ده انت باين عليك ناقص رباية بقى. وليو ما تستهان على طول لسانه. معلش انا هشرح له كل حاجه. هتشرحي لي ايه؟ واحده في حضن عشاها وفي سريره بتعملوا ايه يا بنت يا بنت الحسب والنسب؟ بركات فوق اعرف انت بتكلم مين. بكلم مين يعني؟ واحده سكاكيه من بتوع الشوارع. اخلص بره بره. انا همشي بس قبل ما اخرج عاوزك تفهم حاجه. انا عمري ما حد لمس مني شعره واحده لا رضا ولا خصمانيه. برا كلمنا انا هنا. فين مرزوق؟ راح في 60 داهيه. ثلاثة بالله العظيم لو حصل لمرزوق حاجه ما هيكفيني قصادها رقبتك. فكره شيطانية يا امين. جات لك منين؟ تلميذك يا كينج كلها حقنتين ثلاثه ويبقى مستني ميعاد الابره زي المجنون بعد كده نرميه في السوق زي الكلب. مش عايز اسمي يتلط. متخافش يا كينج كل شيء ماشي حسب القانون. عشان اللي يفكر بعد كده يقيم راسه في السوق يعرف انه هيحصل له زي مرزوق. انت بتخرج بتقول ايه؟ هي دي الحقيقه صدقني. الجيار حاول يفرق بينك وبين مرزوق. خطف فاطمه وبنجها وحطها في صغيره وبعد ما بعدك عنه استفرد بيه وخطفه. الحق صاحبك قبل ما يضيع.
مرزوق مرزوق، رد عليا يا صاحبي. مالك كوتش؟ كوتش شيل معايا كله. على مالك؟ على مالك؟ اسمع، مش من مصلحتكم ان الكينج يعرف. خلاص خلاص انا هتصرف. مين يا جيجي؟ مبروك يا ملك. مرزوق مات. خير يا دكتور؟ لا الحمد لله قوي. احنا كنا فين وبقينا فين؟ دلوقتي يقدر يخرج وياكل اللي هو عايزه. تسلم ايدك يا بركوت. يا ريتك اتقطعت قبل ما تمد عليك يا صاحبي. ازاي يا جدع؟ ده انقذت حياتي مرتين. لا مش ممكن يا اساتذه، الاسعار دي ما عادتش تنفع. وما تنسوش ان انا لوحدي في السوق بس اللي هيقدر يورد لكم. بس يا جار بيه ارجوك ما تقطعنيش. مع العود العربين توصل كاش. الشركه اللي هتبعت شيكات مش هبص في طلبها ده. مع السلامه. بس كده هنبيع سمك ومية يا كينج. دي سبقة العمر بالنسبة لي يا حلوة. يا كينج يا كينج، المزاد فاضل له اسبوعين اتنين، ممكن شركات تانية تخش تنافسنا. وفي الحالة دي بقى الشروط الجزائية ممكن تنسفنا نسف. مجنون مين اللي هيفكر يقف قصادي في السوق بعد اللي عملته في مرزوق يا امين؟ ما تنطق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المزاد على غناين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وبحضور كل من السيد وكيل وزارة الزراعة والسيد وكيل وزارة الإصلاح الزراعي والسيد مندوب وزارة الخزانة والسيد مندوب الرقابة الإدارية، وقد تحدد السعر المبدئي لفتح المزاد 500,000 جنيه. مين يزود؟ أمين. أيوة كينج. أنا مش قلت لك محدش يدخل المزاد ده؟ لا، ما انا مربط مع كل التجار محدش يزود عن السعر اللي سيادتك حددته وبعد كده كله ينسحب عشان المسائل تمشي قانونية. 501,000. حد هيزود؟ 502. ايوه يا سادة. 504. 504. مين هيزود؟ 506. 506. ايوه يا اخوانا. مين يزود؟ 525,000. 525. حد هيزود؟ 525. ما حدش عايز يزود؟ 525. مليون. كم؟ مليون. ايه ما بتسمعش؟ حضرتك دافع تأمين المزاد؟ يا فندي. باسم مين؟ باسم الحاج ابو نعيم. مليون ومئة ألف. ومئتين ألف. مليون وتلتمائة ألف. وخمسمائة ألف. 2,500,000. 3,500,000. 4,000,000. كينج معناش سيولة كافية. 6,000,000. يعني ايه حضرتك قلت كام؟ 6,000,000. ستة وجنبها ست صفار. حضرتك عارف ان الدفع نقدي او بشيك مقبول الدفع؟ وفوري. خوليو خش. مليون. حد هيزود؟ 6,000,000. مبروك يا مرزوق. مبروك علينا كلنا. مش كتير المبلغ ده يا صاحبي؟ واحنا دافعين حاجه من جيب ابونا. امال مين اللي هيدفع؟ شغل الجمجمه. مش فاهمك يا صاحبي. الشركات هي اللي هتدفع.
عشان هي مضطرة لده. مبروك يا مرزوق، ألف مبروك يا ملك. مش دعوة مرزوق، أنا يعني كنت سايق العربية بس، ده البلاسي والباشا هم اللي ضربوا النار، مش أنا، مش أنا، راضين أمين بيه هو اللي مسلط لي، أمين بيه هو اللي طلب مننا كتير، دي أوامر الملك، أنا فارتك، أنا معاك يا مرزوق، أنا مش ريق يا مرزوق، أنا صعب، حل علي يدك يا مرزوق، قدامي بلجاني يا مرزوق، أنت عامل إيه؟ يا مرزوق حل علي يدك عشان ولادي يا مرزوق، حرام عليك. بلاش يا مرزوق، لا لا مرزوق، اوعاك يا مرزوق، لا 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 لا
يا بلاقسي. تعالى يا باشا. زمان ما شفناش سوا، انما النهارده بقى يا حبيبتي. يوه ده وقته يا عالم. معلش يا حبيبي هزحلقه وادي لك جد. هتعمل ايه؟ انا احذرك يا مرزوق، احذرك ده يبقى السبق اصرار وتنصت. مرزوق قانون العقوبه صريح جدا في الناحيه دي. الماده 132 بتقول مرزوق ايه؟ مرزوق ايه؟ بطل بطل بطل. لا لا ارجوك. لا لا لا
مروري برضو. لا ده انت عندك ناس ما غريبة مش صار ده صاحب يا بنت. صاحبي وصاحبك هناك على الهوا. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحبي دراعي وعم قرش. سلام. مش هشوفك تاني؟ سلام يا صاحبي. سلام سلام يا صاحبي سلام.